والمزيد من المتابعة انضم إلينا من أمام معبر رفح الزميل محمد جمال متابعا الأحداث عن قرب. محمد، قد توصلنا في الخدمات الإخبارية السابقة للاطمئنان على حالة دخول المساعدات الإنسانية، الجديد لديك حول تدفق المساعدات وكيف هي الأوضاع لديك الآن؟ تحياتي إليك عمرو وإلى كل مشاهدي قناة النيل للأخبار. زلنا نتابع تدفق المساعدات والجهود المضنية لدخولها من هذه البوابة إلى معبر كرم أبو سالم ومن ثم إلى قطاع غزة، حيث كما وأوضحتم في تقريركم السابق الناس في أمس الحاجة إليها هناك وهم على مشارف المجاعة. اليوم انفراجة جديدة ولكنها تقطير جديد من قبل قوات الاحتلال، حيث دخلت 17 شاحنة إلى قطاع غزة، 13 منها كانت تحمل الأطنان من المساعدات الغذائية والإنسانية، 4 شاحنات كانت تحمل الآلاف من المترات المكعبة من الغاز الطبيعي. عادت مرفوضة شاحنة واحدة كانت تحمل مولدات الكهرباء، ولكن لم تدخل مساعدات خاصة بالأدوية. وما أدراك ما حاجة الفلسطينيين في غزة لمساعدات الأدوية والمسكنات الآلام والمواد الطبية اللازمة لتضميد جراحهم، وهي كثيرة مع استمرار القصف واستمرار استهدافهم من أماكن لأخرى. التجويع ليس فقط السلاح الذي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي بقواته ضد الفلسطينيين في غزة، ولكن أيضا التهجير القسري، جريمة أخرى من الجرائم القانون الدولي والجرائم ضد الإنسانية. آخرها كان في خان يونس ورفح جنوبي القطاع، حينما أخبر الاحتلال الإسرائيلي الموجودين هنا بوجوب أو اضطرهم إلى مغادرة هذا المكان بعد أن كان أخبرهم إلى أنه مكان آمن. يؤكد الفلسطينيون الذين نتواصل معهم أنه لا يوجد مكان آمن في كامل قطاع غزة، سواء في الشمال أو في الجنوب أو في الوسط. يرتبط بدخول المساعدات ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية المتحدثة الرسمية باسم الجيش، حينما قالت أن اجتماعا مصغرا عقد يوم الأحد وخلص إلى إفادة إلى رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. أخبروه بأنهم يمكنهم إنهاء العمليات البرية في قطاع غزة ولكن آخر هذا الشهر بعد 4 أسابيع، كما أن العملية العسكرية في رفح يمكن أن تتوقف لتحقيق نجاحات، وهذا بحسب الهيئة التي أذاعت الخبر، لتحقيق نجاحات عسكرية، ويمكن أن تتوقف إذا ما احتاجوا إلى تبادل الأسرى أو إلى تطور العمليات العسكرية في شمال إسرائيل، أي عند حزب الله في لبنان. هذا الأمر يتنافى مع ما أعلنته الفصائل الفلسطينية المسلحة التي أعلنت نجاح عمليات عسكرية لها استهدفت مركبات للاحتلال في جنوب القطاع في الأيام الماضية. ولكن مع استمرار القصف تتعقد الأمور، ليس فقط على الفلسطينيين في غزة ولكن على كل الأطراف المعنية بهذا الأمر، سواء كانت أطراف دولية أو إقليمية أو حتى الحكومات التي تحاول أن تتجنب توسيع الصراع وتقاتل بضراوة لتجنب القتال على الأرض. وكل هؤلاء سواء منظمات أممية أو أطراف يحاولون معالجة الصراع أو الفلسطينيون في غزة أو غيرهم، يؤكدون على أن الحل الأقرب للواقع هو وقف فوري لإطلاق النار. إليك عمرو. شكرا جزيلا للزميل محمد جمال من أمام معبر رفح من الجانب المصري، شكرا جزيلا لك. بالطبع نتابع معك على مدار الساعة الجديد دائما محمد، شكرا لك.